صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصبح الخير وأصبح السعادة وراحة البال. أصبح عليكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. في بداية البرنامج أعزائي المستمعين أحب أرحب بفريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي ومن نور دبي، أرحب بمخرجنا المبدع دائما وائل القواسمة، وفي التنسيق والمتابعة بتكون معنا زميلتي ميرا المري، وبكون معاكم خلال هذه الساعة محدثتكم آمنة آل علي. مثل ما عودناكم دائما في برنامج صحة وسعادة نبدأ البرنامج بآخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية، واليوم أيضا بتكون عندنا فقرة رئيسية في برنامج صحة وسعادة بنتحدث فيها عن المراكز الجديدة لغسيل الكلى بهيئة الصحة بدبي. وفي فقرتنا للتغذية لليوم بنتكلم عن ارتجاع المريء ونصائح مقدمة للي يعانون من هذا المرض. خبرنا لليوم يقول تلوث الهواء يزيد خطر كورونا. قالت دراسة كندية جديدة إن بعض عناصر التلوث في الهواء ترتبط بتأثيرات أكثر خطورة لعدوى فيروس كورونا، ومنها الحاجة إلى الرعاية المركزة بعد الإصابة بالفيروس. وركزت الدراسة التي أجريت تحت إشراف الجمعية الطبية الكندية على ثلاث عناصر من ملوثات الهواء، وهي الجسيمات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين والأوزون على مستوى الأرض، وهي عناصر كانت شائعة حتى قبل الجائحة. وبحسب موقع ميديكال إكسبرس راجع الباحثون السجلات الطبية ل 151 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 20 عام أصيبوا بكوفيد 19 عام 2020 في مقاطعة أونتاريو الكندية. ووجدت الدراسة أن المصابين بالعدوى الذين يعيشون في مناطق ذات مستويات أعلى من ملوثات الهواء الشائعة في المقاطعة كانوا في خطر مرتفع لدخولهم إلى وحدة العناية المركزة. وتوصلت النتائج أيضا إلى ارتفاع خطر الاستشفاء في المستشفيات مع التعرض المزمن لعنصري الأوزون والجسيمات الدقيقة، وزيادة خطر الوفاة بسبب الفيروس مع التعرض المزمن للأوزون الموجود على مستوى الأرض. وتؤكد هذه النتائج التقارير المتزايدة من دول أخرى واللي تربط بين تلوث الهواء وخطورة كوفيد 19 بما في ذلك إسبانيا والمكسيك. وفي خبر آخر مفصل يقول طور فريق من الباحثين في الصين عدسات لاصقة ذكية يمكنها مراقبة ضغط الدم وحقن المريض بأدوية علاج المياه الزرقاء إذا ما استدعت الضرورة. وفي إطار التجربة اللي نشرتها دورية نيتشر العلمية اختبر فريق الدراسة من جامعة سونيا تسين في الصين العدسة اللاصقة الجديدة على فئران وأرانب. وتقوم العدسات اللاصقة اللي تم تطويرها بقياس ضغط العين بشكل مستمر أثناء ارتدائها، وعندما يصل الضغط إلى درجة معينة فإنها تقوم تلقائيا بتفريغ القطرات العلاجية عبر حاجز القرنية، مما يؤدي إلى استقرار الضغط بشكل فوري وتلافي حدوث أي ضرر بالعصب البصري. وتتكون العدسة الجديدة من طبقتين زجاجيتين بينهم جيب هوائي متصل بمنظومة إلكترونية دقيقة، وعندما يرتفع الضغط داخل العين يحدث انضغاط للجيب الهوائي بالعدسة بحيث يتم تفريغ المنظومة الإلكترونية لحقن القطرات بشكل آلي. ويؤكد الباحثون أن العدسة تعمل بشكل لاسلكي وبدون بطارية، ويمكن استخدامها لعلاج عدد مختلف من أمراض العين حسب ما أفاد الموقع الإلكتروني ميديكال إكسبرس المتخصص في الأبحاث العلمية. مثل ما نشوف أعزائي المستمعين الأبحاث العلمية ما شاء الله من الأخبار اللي نقراها كل يوم في تطور مستمر، وليش لا ممكن نحصل عدسة ذكية في الأيام القريبة مع هذا التطور العلمي الهائل. ممكن الأشخاص اللي يعانون من ضغط في العين يكون عندهم هذه العدسة المتطورة اللي ممكن
تعالج لهم مشاكل العين. أعزائي المستمعين، بنطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع نواصل فقرات برنامج صحة وسعادة، خلوكم معنا. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600-551-1414، ولرسائلكم النصية القصيرة 4006. الارتجاع المريئي هو حالة تحدث عندما يتدفق حمض المعدة كثيرا إلى المريء ويسبب إحساسا حارقا في الصدر أو الحلق عند ملامسته لبطانة المريء، وهو ما يعرف بحرقة المعدة. في فقرة التغذية لليوم بنتكلم أعزائي المستمعين عن أسباب وطرق تجنب هذه المشكلة الصحية اللي يعاني منها الكثير منه، حيث سرنا اليوم أن تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة نجلة درويش، أخصائية التغذية العلاجية هيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة نجلة. صباح النور والسرور لك آمنة والجميع المستمعين. يا هلا فيك في برنامج صحة وسعادة من جديد أستاذة نجلة. شكرا لكم على الاستضافة، وهلا فيكم مرحبا، ونحيي بعد جميع المستمعين ونقولهم إن شاء الله يومكم سعيد ودوم إن شاء الله صحة وعافية يا رب. يوم أسعد أستاذة نجلة. بس كنا اليوم نتكلم عن مشكلة نقدر نقول إنها شائعة بين الناس وموجودة عند كل حد في العائلة تسمعين، اللي عنده ارتجاع مريء واللي عندها، فممكن نتعرف على بداية شو هي أسباب هذه المشكلة الصحية؟ بتكلم لكم على الأسباب الغذائية والمعروفة عن هذه المشكلة الصحية. طبعا زيادة الطعام في المعدة عند حاجة، يعني اللي يتناولون الأكل بزيادة كميات يعني فوق حتى احتياجهم، هذه ممكن تصير عندهم هالمشكلات. الوزن الزائد بعد نفس الشيء، وانهم يتناولون الاكلات الدهنيه والمقاري ويشربون المشروبات الغازيه المنبهات وبعض البهارات الحاره، ويكثرون من شرب الشاي والقهوه بالزياده، وخلينا نقول الضغط العصبي بعد، وفرق الحجاب الحاجز، وهذا اللي يؤدي للمشكله، يعني انه يكون جزء من المعده يرتفع الى الصدر، وبالتالي يؤدي الى مشكله ارتجاع المريء. نعم أستاذة نجلة، مثل ما نعرف الارتجاع المريء أكيد أعراض أكيد يعني مؤذية ومزعجة للمريض، كيف ممكن هذا المريض اللي عنده ارتجاع في المريء يقي نفسه؟ هي دوم نحن نسمع المراجعين يقولوا مثلا نحس بحرقة دائما، يعني خلاص تناولت أو كل شيء أحس أن الأكل يرجع ترجيع، فيكون عندهم الأعراض الشائعة يعني في هذا الموضوع، التهاب الحلق، عندهم كحة وترجيع، شعورنا يعني يشعرون ان الاكل عالق في الحلق، عساكين يكون عندهم ارتجاع، شعور غير مريح بالمره، بالحرقان في الصدر، حتى يعني عقب ما يتناولون الوجبات الثقيله حرقه في المعده، صعوبه مرات في البلع، وبعد يعني مرات يحسون الاكل يرجع للفم من المريض، فهذه بعض الاعراض الشائعه لمشكله ارتجاع المريض. نعم، إذا كان الشخص يعاني من هذه المشكلة كيف ممكن أنه يقي نفسه؟ وهذا طبعا نحن دائما ننوه للمستمعين أن نحن في الفقرة الأولى من برنامج صحة وسعادة حديثنا يكون عن التغذية، فإحنا اليوم نتكلم عن ارتجاع المريء من جانب التغذية مع أخصائي التغذية الأستاذة نجلة درويش، فممكن نعرف منك كيف ممكن الشخص يقي نفسه؟ أول شيء نحاول كأول شيء نحاول نحافظ على الوزن المناسب، يعني إذا كان في زيادة بالوزن أو شيء لا، نزيد النشاطات اليومية، نشرب الماء بكميات كافية طول اليوم، نحاول أن نحن نحافظ على الوزن ونتجنب الأشياء الأطعمة اللي تزيد من أعراض ارتجاع المريء المعدي أو تفاقم المشكلة، وحتى عشان نتجنب المشكلة نبتعد عن المشروبات الغازية، نبتعد عن كثرة تناولنا للكافيين، طبعا التدخين، بعض الحمضيات والعصائر، والنعناع بعد يفاقم المشكلة، وممكن يزيد للناس اللي عندهم ارتجاع المريء هذه الأطعمة اللي أنا أذكرها الحين، هاي تزيد من أعراض الارتجاع، وصفار البيض والطماطم والبصل والثوم، يعني عادة هذه الأطعمة هي اللي تزيد عشان نشمي أنفسنا ونقي أنفسنا من ارتجاع المريء. مثل ما ذكرت نحافظ على الوزن المناسب، نشرب الماء بكميات كافية، نتجنب تناولنا للدهون والأطعمة الدسمة، وبعد نبتعد عن نقول البهارات التوابل الحارة اللي ممكن تسبب إزعاج أو اضطرابات
في المعدة، ما أكل وعلى طول أروح أنام، يعني أترك مجال ما بين الأكل والنوم، أمضغ الطعام بشكل جيد، وضعية الأكل يعني أعطي فرصة لمضغ الطعام، يعني حتى اللي يكونون مثلا ياكلين منتبهين أو ياكلون الأكل هذا بعثرة يسبب لهم مشاكل ارتجاع المريء. عشان شي هل الأشياء اللي ممكن تتبعها نحافظ ونقي أنفسنا من هذه المشكلات. طبعا إذا المشكلة تكررت آمنة ننصح بأن يراجعون الطبيب المعالج. نعم بالتأكيد، يعني الطبيب المعالج أستاذة نجلة إلا ما بيعطي الشخص التشخيص المناسب لحالته المرضية. إحنا الحين إذا بنقول أن ننصح بمراجعة الطبيب لعلاج المشكلة وتفاديها على المدى البعيد، متى ممكن لأخصائي التغذية أنه يقول للشخص هذا أنت لازم تراجع الطبيب المعالج عشان تتفادى هذه المشكلة؟ في حال أن الموضوع تكرر عند الشخص، يعني مو مرة أو مرتين، كل مرة يتناول فيها الأكل ويحس عمره خلاص تعبان، يحس بالحرقة والارتجاع هذا موجود، ونحس أن هذا أثر سلبا على جودة حياته، يعني هالشيء يمنعه أنه يمارس نشاطاته اليومية المعتادة، أنه يطلع متأذي من الموضوع وايد، يعني يزعجنا الموضوع، ننصحه أنه يراجع الطبيب المعالج لاتخاذ الإجراءات اللازمة والفحوصات عشان يشخص المشكلة بشكل صح، ويشوف شو العلاجات اللي ممكن الدكتور يعطيها، أدوية مضادة للحموضة، في بعض النصائح اللي ممكن يعطيها، ويقول له أول شيء اتبع نمط الحياة الصحي وغير من عاداتك الغذائية، بالإضافة لبعض التدخلات الدوائية ممكن تكون من خلال الطبيب المعالج. فنحن إذا شفنا الموضوع وايد تكرر فعلا يحتاج الشخص إلى مراجعة وعمل بعض الفحوصات الإضافية عشان يتأكد من وجود هذه المشكلة ويحاول يحلها قدر الإمكان، بس يعني إنه هو يحافظ بعد على نظام العادات الغذائية اللي يتبعه، لأنه طالما أن المسببات موجودة فالمشكلة بتكون موجودة عنده. نعم بالتأكيد. فنحن نقول أيضا، يعني ذكرتي في بداية الحلقة أستاذة نجلة أن الوزن الزايد يكون من أحد العوامل المسببة لارتجاع المريء، فنبغى نعرف ما علاقة زيادة الوزن وارتجاع المريء؟ زيادة الوزن يعني هي من أحد العوامل الخطورة لمرض ارتجاع المريء، لأنه يكون ضغط الدهون المتراكمة في البطن على المعدة والحجاب الحاجز يضعف اللي يعني يضعف المعدة ويضعف إفرازاته، بالتالي يعني يسمح للحامض المعدي خلينا نقول إنه يرجع إلى المريء ويسبب مشكلات خاصة عند النوم. ففعلا زيادة الوزن مو بس يعني للناس اللي عندهم ارتجاع المريء، حتى اللي يعني لها مشكلات عدة اللي هي ضيق النفس، مشكلات ثانية ممكن يعانوا منها من ضمنها ارتجاع المريء، في إحدى يعني إحدى عوامل الخطورة. فنقولهم دائما أن يحافظون على أوزانهم، يعني الأوزان المثالية، ويتجنبون تفادي زيادة الوزن والسمنة اللي ممكن تسبب لهم ضمن هذه المشكلات. ومثل ما نعرف آمنة بعد أن اضطرابات الجهاز، يعني السمنة بعد تؤدي لاضطرابات في الجهاز الهضمي، وهذه من المشكلات اللي ممكن تفاقم ارتجاع المريء اللي ممكن يحصل. نعم بالتأكيد. فنحن إذا بنقول أستاذة نجلة، هل هناك نصيحة جوهرية، نصيحة معينة من كأخصائي تغذية تقدمينها لمرضى ارتجاع المريء؟ نمط الحياة الصحي، أقولها متبعوا الأطعمة اللي تبعدنا من هالمشكلة وتقلل من ارتجاع المريء المعدي، وتجنبنا بعد اضطرابات الجهاز الهضمي، الأسماك الدهنية، المكسرات غير المملحة، نظام الغذاء الصحي الغني بالفيتامينات والمعادن، أحافظ على النشاطات اليومية، شرب الماء بكميات كافية، كل هذه النصائح تجنبنا هذه المشكلة. ولازم أعرف التشخيص المناسب عشان أعرف العلاج المناسب، لأنه ممكن يعني في أشخاص يعانوا من اضطرابات معدة وحرقة ممكن ما يكون سببها الرئيسي اللي هو ارتجاع المريء، ممكن تكون في مشكلات أخرى عندهم في الحامض المعدي أو أمور ثانية. فننصحهم دائما انهم يعني ما يهملون الموضوع ويراجعون المختصين عشان يتفادون المشكلات اللي ممكن تحصل مع مرور الوقت. نعم بالتأكيد. أستاذة نجلة الدرويش، دايما يعني الحوار معك شيق، والحديث حول أي موضوع تطرحينه يكون له يعني أكيد فايدة على المستمعين. قدمنا اليوم فقرة بخصوص ارتجاع المريء والنصايح اللي قدمتيها للمستمعين. أستاذة نجلة أشكر لك هذه المشاركة الطيبة، على أن نلتقي فيك إن شاء الله فقرات ثانية يا رب. كل الشكر لكم، وإن شاء الله بين لقاءات أخرى إن شاء الله. شكرا لك.
أعزائي المستمعين، كانت معنا الأستاذة نجلة درويش أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، حدثتنا عن ارتجاع المريء. بنطلع معاكم الحين فاصل قصير وبنرجع نتكلم عن موضوع جميل بيفيد الكثير من المستمعين انهم يعرفونه. مثل ما تعرفون نحن في برنامج صحة وسعادة دائما نتحدث عن خدمات هيئة الصحة بدبي، مراكزنا الجديدة واخر التطورات التكنولوجية الموجودة عندنا. اليوم حديثنا بيكون في فقرتنا الثانية من برنامج صحة وسعادة حول المراكز الجديدة لغسيل الكلى بهيئة الصحة بدبي، انتظرونا بعد هذا الفاصل. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600551414، ولرسائلكم النصية القصيرة 4006. دشنت هيئة الصحة بدبي مؤخرا مركزين جديدين لغسيل الكلى في منطقتي الطوار والبرشة، وهما الأحدث والأكثر تطورا في تصميمهما وفي تطبيق أفضل الممارسات والبروتوكولات الطبية المعمول بها عالميا، وبما يتضمناه من تجهيزات متقدمة ووسائل وتقنيات حديثة ومرافق راقية لراحة المرضى. للحديث أكثر عن هذين المركزين أعزائي المستمعين، يسرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتور أحمد بن كلبان، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتور. خير. يا هلا فيك دكتور في برنامج صحة وسعادة. يعطيكم العافية. أغلب دكتور أحمد، اليوم حابين نعرف منك فكرة عامة عن المركزين اللي تم افتتاحهم لغسيل الكلى ودورهم في خدمة المرضى. هي نعم، بارك الله فيكم. مثل ما ذكرنا الحمد لله في مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لهيئة الصحة بدبي، ومشاريع ما شاء الله استراتيجية تحققها لصحة وسعادة مجتمع دبي ومجتمع الإمارات. من ضمن الخطط مثل ما ذكرنا ما شاء الله في عندنا مراكز تخصصية مختلفة في إمارة دبي، ومنها مراكز غسيل الكلى في الطوار والبرشة. حبينا بس نستعرض عليكم، الحمد لله تم إنشاء مركز البرشة بتبرع كريم من أبناء عبد السلام الرفيع، وكذلك الطوار كان أيضا تبرع كريم من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومعها مجموعة من الجمعيات الخيرية. أساسا هاي الأشياء أيضا تؤدي بزيادة وتطوير الخدمات الموجودة، وبنفس الوقت أيضا يعني تسهل رحلة المتعامل وتوفر خدمات طبية متميزة بمعايير عالمية، وبنفس الوقت أيضا تحقق رضاهم وتمنع لا سمح الله أي عدوى ممكن يأخذها المريض من زيارات المستمرة إلى المركز. مثل ما تعرفين دكتورة، يعني المريض خاصة لغسيل الكلى يعني يروح المستشفى 3 مرات في الأسبوع ويمكث في المستشفى تقريبا 4 ساعات، فإذا حسبناها سنويا بيطلع مفروض أنه يزور المستشفى يعني أكثر عن 576 ساعة سنويا. عدد الساعات الطويلة الموجودة تعرفين والروحة واليية فترة طويلة يأثر على المريض، خاصة من الناس مساكين اللي يعني مناعتهم ضعيفة، ممكن يتعرضون أي شيء خلال انتقالاتهم من لا سمح الله حوادث أو كسور أو أشياء التهابية. فالفكرة كانت الحمد لله جميلة جدا وفي تقبل كبير الحمد لله من المرضى. نعم. أيضا دكتور أحمد، نحن اليوم يعني في بداية البرنامج ذكرت بمساهمة المتبرعين في بناء مثل هذه المراكز. جميل أن نشوف من أن هيئة الصحة بدبي تعمل كشريك مع باقي الجهات في الدولة لخدمة وراحة المرضى، والجميل أكثر مستوى هذه المراكز، مراكز الغسيل الجديدة الموجودة في هيئة الصحة بدبي، مستوى عالي وراقي وخدمة، يعني مثل ما نقول خدمة، إذا بنقول 5 نجوم
للمتعاملين، لأنك مثل ما ذكرت دكتور يقضون وقتهم في المستشفى يمكن ساعات طويلة، فإذا المريض حس بالراحة بتكون نفسيته أيضا أفضل، بيكون يحصل خدمة يستحقها في دولة مثل دولة الإمارات وفي إمارة مثل إمارة دبي. نحن اليوم أيضا دكتور حابين نعرف أكثر منك عن عدد المرضى المستفيدين من مركز غسيل الكلى في الطوار وفي البرشة. قبل ما نقول العدد بس حبينا بس نتكلم بالنسبة إلى المركز. مركز البرشة فيه 60 سرير وأسرة مختلفة، وتقريبا 32 سرير موجود بالطابق الأرضي، وعندنا 28 سرير بالطابق الأول، وعندنا أيضا مجموعة من الأجنحة لكبار الشخصيات، وغالبية الغرف يعني تتميز بالخصوصية وبالراحة النفسية للمريض. في مركز الطوار عندنا 40 سرير، فيها تقريبا 30 سرير في الدور الأول والثاني مع كل الخدمات الكلينيكية، وعندنا أيضا أجنحة لكبار الشخصيات. يميز مركز الطوار أنه تقريبا 30% من السعة السريرية تم الاتفاق أن نعطيها لخدمات الجمعيات الخيرية والمرضى المعسرين. نعم جميل. فالهيئة بتدعم إن شاء الله هذا التوجه تقريبا في حدود 5 سنوات. الناس المعسرين يجون عن طريق الجمعيات الخيرية يقدموا لهم الخدمة مجانا. نعم. خدمات الغسيل وما فيها من أدوية وفحوصات وغيرها بأعلى المستويات، ويطلعونهم مرتاحين. الحمد لله تم التنسيق في هذا الموضوع. الحمد لله عدد المرضى الحاليين الموجودين أكثر من 130 مريض موجودين في المركزين، وفي ازدياد الحمد لله. المرضى يجون على فئات، عندنا مجموعة من مستشفى دبي الحمد لله قدرنا ننقل منهم في حدود 129 مريض، وفي عندنا عدد من المرضى موجودين أيضا من الجمعيات الخيرية، في ناس نقلوهم أيضا من القطاع الخاص، وحتى فترة العيد كان توجيه من سعادة المدير العام أن نزور، وأنا حتى كنا موجودين مع الدكتور يونس بارك الله فيه وزرنا وقابلنا المرضى واطمئنينا عليهم، والكل الحمد لله حسيناهم في سعادة ويشكرون الخدمة الموجودة ويشكرون الطاقم الطبي المتميز الموجود. فنحن يعني سعادتنا من سعادة مرضانا، فالكل والله حس بالسعادة اللي يشعر فيها المريض خلال تواجده في المركز. نعم أكيد دكتور أحمد، هناك فرق بين أن المريض يتلقى الغسيل الكلى في مستشفى وفي قسم مثلا صغير أو مثلا مكان يعني غير مريح نقدر نقول، إلى انتقاله لمكان أفضل وأجمل ونفس جودة الخدمات. يعني مجرد نحن في تحسين مستمر للخدمات المقدمة في هيئة الصحة بدبي، وكذلك حرص يعني القادة وحرصكم أيضا كمسؤولين على تواجدكم في الميدان في مثل هذه المناسبات بيعكس وبيأثر على راحة المرضى ونفسية المرضى وكذلك تقبلهم للعلاج. فنحن نقول اليوم شو هي الخدمات اللي نحن نقدمها في هذه المراكز للمرضى اللي تميزنا عن مثلا نقول باقي المراكز. بالنسبة للخدمات يعني حرصة هيئة الصحة بدبي أن تكون في منظومة متكاملة لهذه الخدمات، يعني كل الخدمات اللي يحتاجها مريض الكلى أو مريض غسيل الكلى متواجدة، منها خدمات غسيل الكلى موجودة. عندنا عيادات تخصصية متميزة، يعني من ضمنها مثلا عيادة للسكري، عيادة لضغط الدم، عيادة لإدخال الوصلة في الوصلة الدموية. تعرفين دائما مرضى غسيل الكلى محتاجين هالوصلة أساس تساعدهم في موضوع غسيل الكلى. عندنا عيادات أيضا للتثقيف الصحي ما قبل غسيل الكلى، بالإضافة إلى المختبر والصيدلة، وعندنا مركز يعني دعم لوجستي لهم، يعني أي متطلبات يحتاجها المريض على طول يعني تلبيها الإدارة. نعم نقدر نقول أيضا دكتور أن يعني هي مراكز للكلى، ولكن نحن لشمولية الخدمات ولراحة المرضى تم يعني تكامل الخدمات. نقدر نقول يعني دكتور مهمة التثقيف
الصحي للمريض قبل أنه يقوم بغسيل الكلى هاي مهمة يعني كبيرة، مش مهمة بسيطة ولا مهمة سهلة. فنحن نقدر نقول أن نحتوي المرضى من جميع النواحي، من يعني ناحية تثقيفية، من ناحية كل احتياجاتهم. صحيح؟ نعم، هو التثقيف مثل ما ذكرنا للمريض وعائلته، جميل. يعني تأهيلهم تعرفي من الناحية النفسية، الناحية الذهنية، يتقبل التشينج. قبل سبحان الله كان على الأدوية تنشيط الكلى، الحين لا، يبدأ على أجهزة غسيل الكلى عفوا، كاستعاضة عن الكلى السليمة اللي كانت لديه، مثل ما ذكرنا الأمراض المزمنة، السكر والضغط وفي أشياء أخرى سبحان الله في كل كلية وكل مريض. على مدى السنوات الطويلة تبدأ يعني وظائف الكلى تضعف وتضعف، لين سبحان الله محتاج يا غسيل كلى أو نقل كلى. فمن هاي الشغلات الحمد لله نحن الغسيل بأحسن ما يكون، وحتى في عدد من المرضى الهيئة ما تقصر أيضا يعني تأهلهم لنقل الكلى بالتنسيق مع المستشفى والمركز. حبيت بس أذكر أن المركز أيضا نحن اخترنا له يعني من الشركات المتميزة المتخصصة في غسيل الكلى هي شركة الميديكلينيك، نعم. وهي دائما الحمد لله يعني تم تزويد المركز بأفضل الاستشاريين والأخصائيين والأطقم التمريضية الموجودة أيضا متخصصة، وأخذنا جزء منهم من قسم الكلى في مستشفى دبي. يعني حاولنا تكون بيئة، ما تتغير البيئة يعني ما دكتور. تتغير البيئة، هي نعم نفس المرضى اللي كانوا في المستشفى، جبنا عدد كبير من الممرضات، البروتوكولات والجايد لاين كلها تمشي مثل ما هي، بالإضافة إلى وجود أخصائيين واستشاريين أيضا ما شاء الله ما يقصرون، متواجدين في المركز بشكل يومي على مدى شفتين حاليا. نعم، يعني دكتور أنت تقدر يعني توضح لنا بأن الكفاءات الطبية العاملة في مركز الطوار ومركز البرشة لغسيل الكلى يعني كفاءات على مستوى عالي من يعني الخبرة، أيضا دام أنهم كانوا في مستشفى دبي فهم كفاءات ذات خبرة في العمل في مراكز غسيل الكلى، وأيضا الجهود اللي يقومون بها على أعلى المستويات لخدمة المرضى. أنا حبيت دكتور أن نقلت الطاقم يعني الطبي الموجود في مستشفى دبي ولو جزء من هذا الطاقم لخدمة المرضى، يعني المرضى اللي يعني يعانون من الأمراض المزمنة دائما يتطلب يعني علاجهم، تحس ارتباطهم الوثيق مع الأطباء أو ارتباطهم مع الأشخاص اللي كانوا يتلقون معاهم العلاج. فنحن يعني الحلو أن نحن مش مجرد نقدم خدمات، نحن نحس أيضا بالأفراد هذيل ونقدم لهم الخدمة اللي تريحهم، يعني نجيب لهم أطبائهم اللي هم متعودين عليهم مرتاحين لهم، أو يمكن نقول زملائهم اللي كانوا يعني أو المرضى اللي معاهم في القسم. فالتكامل هذا والتعاون بينكم وبين المرضى شيء يعني يثلج الصدر، وشيء يعني تشكرون عليه دكتور أحمد أنت وكل العاملين لمراعاتكم أو يعني أصحاب الأمراض المزمنة. نحن اليوم أيضا دكتور تكلمنا عن الطاقة، ذكرت لي الأسرة الموجودة والطاقة الاستيعابية يعني تعتبر يعني الكبيرة للمركزين. فإذا بنتكلم يعني عن التجهيزات والإمكانيات اللي توفرها يعني هيئة الصحة بدبي في هذه المراكز الخاصة بغسيل الكلى. نعم، هي بالنسبة للطاقة الاستيعابية القصوى للمركز بالنسبة للطوار في حدود 240 غسلة يوميا. يعني نحن مثل حاليا نشتغل 12 ساعة، بس كل ما زادوا المرضى ممكن المركز يشتغل 24 ساعة في الأسبوع. فالطاقة الاستيعابية للطوار يوصل إلى 240 جلسة غسيل يوميا، بالنسبة للبرشة ممكن يوصل إلى 360 جلسة غسيل يوميا للمرضى. والهيئة حرصت أن تزود المركز بأحدث الأجهزة الطبية، سواء أجهزة غسيل الكلى أو أجهزة الألترا ساوند، أجهزة أخرى أيضا المخبرية وغيرها، الحمد لله كلها متوفرة وما بينقص إن شاء الله المراكز يعني أي خدمات متطلبة لمرضانا، يعني عزيزين علينا مرضانا. تسلم دكتور. فالكل الحمد لله يحرص، وحتى نحن نتابعهم أول بأول بالنسبة لمؤشرات الأداء والإحصائيات، وعندنا أيضا لجنة توجيهية مشتركة بين الشركة المشغلة وبين الهيئة، فدائما في تواصل، دائما نحن نتباحث معهم، نتغلب على بعض التحديات إن وجدت. بس الحمد لله يعني حتى أعطونا تقرير متميز بالنسبة لمؤشرات الأداء والشغل اللي عندهم
فما شاء الله جاوزوا مؤشرات الأداء المطلوبة، خاصة المؤشرات الأداء الطبية. فحبينا نطمن إن مرضانا في أيدي أمينة وتحت إشراف من الهيئة، وبس نبغى نحسهم إنهم إن شاء الله يساعدونا إذا في موضوع التحويل. في عندنا عدد ما زال في حدود 70 مريض في مستشفى دبي، جاري العمل على نقلهم إن شاء الله خلال الشهرين القادمين، بس نبغاهم يشجعون يتعاونون أكثر معانا إن شاء الله. إن شاء الله. ورسالتك هذه أتمنى دكتور أيضا أنها تصل لأهالي المرضى إذا كانوا يسمعونا، أو المرضى نقدر نقول يعني مراكز غسيل الكلى في هيئة الصحة بدبي، اللي هي ضمن أفضل الممارسات والبروتوكولات الطبية المعمول بها عالميا. أيضا دكتور نحن نقول كلمة أخيرة حاب أن أنت تقدمها سواء للمرضى أو للعاملين في هذه المراكز. نعم، نحن بس نبغى يعني نخبر مرضانا ان ليش الهيئه سوت هالمراكز. يعني سوتها قريبه من الاحياء السكنيه، يعني الموقع الجغرافي قريب من الاحياء السكنيه، اللي هم يوفر عليهم يعني اجراءات ووقت، وسهلنا نحن رحله المتعامل لهم باشياء كثيره، يعني توفير الادويه اللي يصرفها الدكتور نوصلها الى المنازل، في مستلزمات غذائيه ايضا توصل لهم، عيادات تخصصية ما شاء الله موجودة، وحتى تواصل إذا احتاجوا أي شيء الدكتور المناوب يكون على تواصل معهم. وجودهم يعني في مراكز بعيدة عن المستشفيات يعني اطمنهم أكثر، لا سمح الله إذا في عدوى ممكن تنتقل في المستشفيات أكثر. هني الحمد لله بيئة عمل نظيفة جدا ومضمن المؤشرات الحمد لله، وتضمن سلامة المرضى. ومثل ما ذكرنا يعني المريض هو محور الخدمة، المريض هو أولويات لدى الهيئة، فالكل يعني يقدم الخدمة بتميز، من أطباء من تمريض من كوادر، أساس أن نسعد هذا المريض ونوفر كل الخدمات بتميز مستوى عالي إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور أحمد نحن نعرف أن مرضى غسيل الكلى أو الأمراض المزمنة مناعتهم يعني أيضا ضعيفة، فنحن نضم صوتنا لصوتك وننصح جميع المرضى أنهم أيضا يتم التعاون بينكم وبينهم لنقل المرضى لمراكز مثل ما ذكرت، مراكز نظيفة يتم فيها يعني من أعلى مستويات نقدر نقول يعني النظافة، حتى نحافظ على هؤلاء المرضى ما تنتقل لهم عدوى لأمراض أخرى ممكن أنهم يعني تحصل لهم ضعفات بسبب العدوى من الأمراض الأخرى. بارك الله فيكم. نعم أيضا دكتور في ختام يعني هذه الفقرة أنا أيضا أوجه الشكر للعوائل المتبرعين في بناء هذه المراكز والجمعيات الخيرية، وكذلك كل الشكر لكم كمسؤولين وكأيضا فريق العمل في مراكز غسيل الكلى وطاقم التمريض، يعني كل الشكر لكم على جهودكم المبذولة سواء لك دكتور أحمد أو لفريق عملك المميز، ونتمنى لكم دائما أن تكون خدماتكم في تطور مستمر وكل التوفيق إن شاء الله. حياكم الله، شكرا جزيلا على الفرصة السعيدة، ونراكم إن شاء الله في فرص أخرى. بارك شكرا الله. شكرا لك شكرا دكتور. جزيلا، مع السلامة. مستمعينا الكرام كان معنا الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية بهيئة الصحة بدبي، حدثنا عن مراكز الغسيل الكلى الموجودة في الطوار والبرشة، وتكلم عن مدى تطور الخدمات الموجودة في مراكز غسيل الكلى لدينا، وكيف تم نقل الخدمات من مستشفى دبي لهاي المراكز وتطبيقهم لأعلى مستوى من يعني نقدر نقول وأفضل الممارسات والبروتوكولات الطبية، وتجهيزهم هذه المراكز بتجهيزات متقدمة ووسائل تقنيات حديثة، وطبعا مرافق راقية تليق بمرضى هيئة الصحة بدبي. أعزائي المستمعين قبل ما أختم هذه الفقرة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جميع مرضى غسيل الكلى وجميع مرضانا ومرضى المسلمين الموجودين في المستشفيات، ونخفف عنهم آلامهم، وأيضا نشكر كل الجهات اللي تعمل لخدمة وراحة المرضى وتكون لهم يعني نقدر نقول تجربة أو رحلة متعامل يعني سهلة، يعني نقول الله يسهل على اللي يسهل على الناس ويخلي حياتهم تكون يعني تمشي بطريقة سلسة، خاصة مرضى غسيل الكلى، الكل يعلم بمعاناتهم، الكل يعلم ب يعني المعاناة اللي يعانون فيها، فإحنا سعيدين بوجود مراكز جديدة تخدم هؤلاء المرضى.
في ختام برنامج صحة وسعادة أعزائي المستمعين، أحب أشكر فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، أشكر الأستاذ حسني البلاونة في التنسيق والمتابعة خلف الكواليس، معي زميلتي ميرا المري في الإخراج، معنا مخرجنا المبدع دايما وائل القواسمة، والشكر طبعا موصول لإذاعة نور دبي والقائمين على هذا البرنامج. أتمنى أعزائي المستمعين أن نكون اليوم قدمنا لكم ولو معلومات بسيطة، لو أفدناكم بمعلومة طبية، ونكون نحن اليوم أحدثنا ولو فارق بسيط، وقدمنا لكم معلومات تفيدكم. هذا هو هدف برنامج صحة وسعادة. وأيضا قبل ما أختم، مثل ما أذكركم دائما، تبرعكم بالدم يمكن أن ينقذ حياة العديد من الأشخاص. لا تنسون أعزائي المستمعين أنكم تتوجهون لمركز دبي للتبرع بالدم وتتبرعون بالدم لتنقذون حياة الأشخاص. وبهذا أكون ختمت معاكم برنامج صحة وسعادة. كنت معاكم اليوم في تقديم برنامج صحة وسعادة محدثتكم آمنة آل علي، وأتمنى لكم دائما الصحة والسعادة. صحة وسعادة.